نرحب بحضرة رائد في الدرك الوطني الشيعوي العياشي، صباح الخير. بداية، حالة شبكة الطرقات في ظل هذه المتغيرات الجوية. صباح الخير أبو حسين، صباح الخير رستم، صباح الخير لكل المشاهدين. بالنسبة لي صباح الخير لطفي، صباح الخير رستم، صباح الخير لكل المشاهدين الكرام. بالنسبة للحالة اليومية لشبكة الطرقات لهذا اليوم 26 جانفي 2015، نعم، وفي ظل هذه الاضطرابات الجوية التي تمس مختلف مناطق من الوطن، وحدة الدرك الوطني سجلت عدة محاور الطرقات تأثرت، نعم، جراء تساقط الثلوج خاصة بولاية سيدي وزو، أين سجلنا الطريق الوطني رقم 33 والطريق الوطني رقم 15 والطريق الوطني رقم 30. هذه المحاور التي تربط ولاية سيدي وزو بالكويرة مغلقة في وجه حركة المرور على مستوى مرتفعات جدة، كذلك الطريق الوطني رقم 11 والطريق الولائي رقم 10 والطريق الولائي رقم 9، الطريق الولائي رقم 150 والطريق الولائي رقم 253، الطريق الوطني كذلك رقم 12. هذه المحاور منها ما هو مغلق في وجه حركة المرور ومنها ما هو صعب المرور. نعم. في ولاية بجاية كذلك الطريق الولائي رقم 159، الطريق الوطني رقم 29 ألف مغلق على مستوى فج اللاطة، الطريق الولائي رقم 15 والطريق الوطني رقم 74 والطريق الولائي رقم 35 والطريق الوطني رقم 75، الطريق الوطني كذلك رقم 12. هذه المحاور كلها مغلقة في وجه حركة المرور في عدة نقاط مختلفة. بولاية برج بوعريريج سجلنا الطريق الولائي رقم 44، الطريق الولائي رقم 42 والطريق الوطني رقم 76، الطريق الوطني رقم 106، هذه المحاور كذلك مغلقة في وجه حركة المرور. بولاية الصيف كذلك لدينا محورين، الطريق الوطني رقم 75 والطريق الوطني الولائي رقم 107 كذلك صعبة المرور. بولاية الميلة كذلك الطريق الوطني رقم 5000 والطريق الولائي رقم 5 مكرر. هذه المحاور كلها يعني بصفة عامة راهي مغلقة وصعبة المرور في عدة نقاط ومقاطع مختلفة. نعم، طيب ماذا عن الحصيلة الأخيرة لحوادث المرور ولو نقارن بالفترة الماضية أيضا؟ بالنسبة للحوادث المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، نعم، الدرك الوطني سجلت 36 حادث مرور، أثرت هذه الحوادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 57 شخص بجروح. مقارنة هذه الفترة بالفترة السابقة نجد أن هناك انخفاض في عدد الحوادث بحديثين، كذلك انخفاض في عدد يبقى نفس عدد الوفيات وانخفاض في عدد الجرحى ب 41 جريح. نصل الآن للحديث عن الأسباب وعن الولايات التي سجلت ربما أكبر حصيلة حوادث مرور. سجلنا بها أكبر عدد من هذه الحوادث ولاية الصيف، البوليدة، الوادي، وولاية، نعم، الجزائر العاصمة، وولاية المسيلة. أما عن أسباب وقوع هذه الحوادث فمعظمها منسوب إلى العنصر البشري. نعم. فالسواق تسببوا في 29 حادث مرور، المحيط بثلاث حوادث مرور، المركبات بحادثين، ولا مبالاة المرة بحادثين. نعم. طيب، كان هذه الأسباب والولايات المتضررة. نختم دائما وكالعادة بأهم النصائح، ونذكر أيضا بالرقم الأخضر. حضرة الرائد، في الأخير دائما نغتنم هذه الفرصة لنتوجه الإخوة مستعملي الطريق، خاصة في هذه الفترة أين تعرض بعض المناطق من الوطن اضطرابات جوية، تساقط الأمطار وتساقط الثلوج كذلك، مما يزيد من أسباب وقوع حوادث المرور. نعم. من بتوخي الحيطة والحذر، احترام تخفيض من السرعة واحترام المسافات بين المركبات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الجميع. نعم. ولدينا الرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني تحت تصرف الجميع 1055 للاتصال للاستفسار أو أي معلومة مفيدة، ونتمنى للجميع طريق السلامة، وشكرا للأخلاق. حضرة رائد شيعوي العياشي، شكرا لك، ونعتذر على رداءة الصوت نظرا لهذا المتغيرات ربما الجوية أثرت بشكل كبير على